يقول العلامة عبد الرحمن بن خلدون في مقدمته: المغلوب مولع أبداً بالاقتداء بالغالب. مقولة ظلت راسخة بعد قرون عدة وقاعدة اجتماعية تخضع لها علاقة الغالب والمغلوب في كل مكان وزمان. ولفظ مولع اسم مفعول مثل مغلوب، فالمغلوب اسم مفعول، بينما الغالب اسم فاعل في اللغة. مولع أي متحمس ومغرم وشغوف بالأمر ومتمسك به. استدل ابن خلدون بهذا اللفظ العاطفي للدلالة على انجذاب المغلوب وانقياده بلا وعي للغالب، فالهزيمة تجاوزت المعركة العسكرية وباتت نفسية. عاش عبد الرحمن بن خلدون بين القرنين الرابع عشر والخامس عشر، وتنقل بين إفريقية والأندلس ومصر، ودرس أحوال المسلمين وتحولاتهم الاجتماعية والنفسية. كان العالم الإسلامي يعيش آخر فترات قوته، بينما تكالبت عليه الأمم بعدما كانت مولعة بتقليده والاقتداء به، وبدأت تبرز فيه مظاهر تقليد الأمم الأخرى وثقافاتها. والغلبة ليست مرتبطة بمعركة أو صدام بين دولتين، بل هي صراع ثقافي وحضاري يترتب عن الغلبة المادية فيه غلبة ثقافية. والغالب لا يكون دائما أجنبيا، فحتى الرعية مولعة بالاقتداء بمن يهيمن عليها، لذا قيل: الناس على دين ملوكهم إلا قلة قليلة منهم. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين على مخالفة باقي الأمم والأقوام واتخاذ شخصية خاصة بهم وهوية تميزهم تتجلى في نظرتهم إلى الأشياء وطرق عيشهم وسلوكهم، تأكيدا لاستقلالهم وتحررهم. من تشبه بقوم فهو منهم.